المرأة الصالحة أيضا ما قالت خله يتورط مرة ثانية، يعرف كيف يطلق الكلمات، أنا إيش دخلني، الواجب عليه ما هو علي أنا، لا، حتى لو كان هو المخطئ تعينه زوجته على أن يصلح من حاله. لاحظ الآن هو الغلطان عليها وهو الذي ظاهر منها وهو المسؤول عن النتيجة، ومع ذلك هي تعتذر، ما قالت لحظة أبا أقول لها اعتق رقبة دبر نفسك، لا، من البداية ما يقدر يا رسول الله. شوف يا أخي صدق العلاقة بين الزوجين أن يعني أن ترى الروحين ممتزجان، أن ترى الروحين قد امتزجتا حتى صارت هذه الروح وتلك الروح كأنهما روح واحدة. إذا وصل الزوج مع زوجته إلى هذه المرحلة قلت بينهما الخلافات وأصبح كل واحد منهما يحرص على الإحسان إلى الآخر كما يحرصه عليه. فلما قالت ذلك قالت يا رسول الله والله ما عنده شيء، ما عنده ما يعتق، ما عنده يا رسول الله ما عنده أي شيء، وإني سأعينه بعذق من تمر. قال صلى الله عليه وسلم وأنا سأعينه بآخر، ثم جمع له هذا وهذا وأطعم رضي الله تعالى عنه. عندما يتعامل الزوج مع امرأته بمثل هذا اللطف وهذه المحبة التي كانت تفعلها خولة رضي الله تعالى عنها مع زوجها أوس بن الصامت، تجد أن الحياة تبدأ بينهما يغطيها اللطف.